انعكست الجهود التنظيمية الكبيرة التي تقوم بها السلطات السعودية بكل قطاعاتها في سلاسة وانسيابية حركة الحجاج وتنقلهم عبر المشاعر. لله الحمد، الحج هذا العام كان جدا جميل وتيسرت الأمور، وإحنا الآن في منى وإن شاء الله الأمور متيسرة، ونسأل الله التمام. طبعا كل الشكر للإخوان في البعثة الكويتية ولإدارة الحملات وللسلطات السعودية على هذه الجهود المشكورة. ورغم ضخامة عدد الحجاج وفي أجواء الأمن والطمأنينة التي سادت البقاع المقدسة، تؤكد المملكة العربية السعودية أنها سخرت كل طاقاتها الأمنية والخدماتية بما في ذلك 100,000 عنصر أمن في سبيل إنجاح موسم الحج والاستعداد لأي طارئ. نشكر جهود المملكة العربية السعودية بصراحة على جهدها الجبار اللي تخدمه لضيوف الرحمن، وكذلك نشكر بعثة الحج الكويتية على تواصلها الدائم مع حملات الحج بطرق التفويج والذهاب للمناسك والعودة للسكن. بعثة الحج الكويتية كانت حاضرة في هذا المشهد، الذين أكدوا استعدادهم وجاهزيتهم للعمل والتغلب على أي مشكلة قد تطرأ. وتجلى هذا الأمر بتصريح رئيس بعثة الحج الكويتية الوكيل المساعد للتنسيق والدعم الفني والعلاقات الخارجية في الحج في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خريف مثيب لدينا، أنهم جميعا خدما للحملات، وما وجودنا في البعثة إلا من أجل خدمة حجاج الكويت. حنا في منى أول أيام التشريق، نشكر الحكومة السعودية على الجهود المبذولة وكذلك البعثة الكويتية متابعة الحملات بشكل عام، شكرا لهم على الجهود كلها اللي بذلوها، ونحب نعايد الشعب الكويتي كله قاطبة ونقول لهم كل عام وانتم بخير. نتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومة المملكة العربية السعودية لما رأيناه من جهود جبارة في خدمة ضيوف الرحمن. كذلك الشكر موصول لمعالي وزير الأوقاف السيد محمد ناصر الجبري لمتابعتهم وحرصهم كبعثة حج كويتية لشؤون حجاج دولة الكويت. التحية ردت بأحسن منها من قبل الحجاج الكويتيين والمسؤولين في الحملات الكويتية على الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات السعودية وبعثة الحج الكويتية من جهود جبارة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. السعودية ترحب بالعالم، ومن خلال هذا الشعار الذي يزين شاشات المملكة العربية السعودية المضيافة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، أدام الله على المملكة الأمن والأمان والاستقرار، ومن نجاح إلى نجاح في خدمة حجاج بيت الله الحرام. من مكة المكرمة فايز الرسمان، تلفزيون المجلس.